شكل كاين بزاف، كاين ريم حقيقي تاني، اختنا تاني خدمت لها كانت ريم حقيقي تحوش تخرج من الحوزي، باسكو ريم حقيقي كانت متكتفة بالحوزي، تخدم هي في الحوزي عند روحها وفي الأندلس، كانت متكتفة ما تخدمش الحفلات في التيم كارد وفي الجميلة وفي هادو وفي الكازيف منا، علاش كانت متخصصة إلا في الحوزي. الور لا بونسي دو سورتير شوية من هذه القوقعة، قالوا لها ناس روحي شوفي الشيخ نعم في بلعباس، جات عندي للدار هنايا وريحنا مع بعض، وعطيتها 3 قصايد، وانت مشيت عطيتها تاع طفرت فيها، انا حبيت اما انت راك ترقد هاني، لو كان بالحب التبليت يا محبوبي تعذرني، وعطيتها تاع حبيبي اللي نهواه وربيت الولف عليه بلا سبع عاداني وراح وخلاني، وعطيتها الغنية الثالثة، والله ما نقول لك 3 غنيات راني لاسي لو تيتر تاعها، مي كانت فحله وين راحت جبدت عندنا نعم في الام بي سي في التلفزيون بارتو، قالت بلي نعم كتب لي القصائد وما زالت ان شاء الله عندي عمل معها ان شاء الله باذن الله الحي القيوم ما شاء الله.